بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، هيكون فيها ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني، نجم الاهلي السابق وحارس مرمى الاهلي السابق الكابتن امير عبد الحميد، هيكون معانا ان شاء الله في الجزء الثاني. لكن في البدايه بنبارك للنادي الاهلي، بنبارك لجماهيره. النهارده النادي الاهلي بيفوز بجائزه من اهم الجوائز الموجوده في الوطن العربي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي للنادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية لعام 2021. أكيد إنجاز مهم وبطولة مهمة. نروح نتعرف أكتر عن تفاصيل الجائزة، ومعانا على التليفون الأستاذ ناصر آل رحمة مساعد الأمين العام بمجلس دبي الرياضي ومدير الجائزة. تحياتي ليك يا أستاذ ناصر، ومشرفنا ومنورنا على قناة الأهلي. حياك الله استاذ اسامه، يا مرحبا فيك وبمستمعينك الكرام. النهارده جماهير النادي الاهلي يا استاذ ناصر تلقت خبر سعيد بحصول النادي الاهلي النهارده على جائزه محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي كافضل مؤسسه رياضيه لعام 2021. كلمنا اكتر ازاي النادي الاهلي حصل على هذه الجائزه في ظل ظروف صعبه. أول شيء أحب أبارك لرئيس مجلس إدارة نادي الأهلي للرياضة البدنية سعادة محمود الخطيب، الأسطورة سعادة محمود الخطيب، وبارك لجميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي الأهلي، وبالإضافة إلى المخضرم الدينامو الدكتور سعد شلبي، ولجميع جماهير النادي النادي الاهلي على فوزهم في جائزه محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي، اللي هي مثل ما تفضلت حضرتك ان هي يمكن الاكبر على مستوى العربي ويمكن اكبر على مستوى العالم في المستويات. حقيقة. وثلاث مستويات في جائزه محمد بن راشد آل مكتوم، اللي هي عبارة عن المستوى المحلي على مستوى دولة الإمارات، المستوى الثاني العربي، والمستوى الثالث اللي هو العالم. يمكن في فئة المستوى العربي ما شاء الله تبارك الرحمن نادي الأهلي حصل على الجائزة في هذا العام عن السنتين الماضيات، هاي الدورة الحادية عشر، وهذا مو بغريب على نادي الأهلي، نادي كبير إنجازاته كثيرة على مستوى العربي، يمكن نموذج يقتدي به جميع الأندية العربية، ليس بشهادتنا نحن، بشهادة الجميع. وهذا النادي يمكن حصل مو فقط على الإنجازات أو أنه حصل على مثلا بطولات، لا هذا مو بغريب عليه، بس في أمور أخرى كان النادي الاهلي فاز فيها. عايزين نوضحها للناس علشان تعرف الناس كمان، يعني الجائزه كافضل مؤسسه عربيه كمان ل 2021. طبعا تعرف انت في فتره كوفيد. ايوه. كان يمكن سنتين يعني يمكن اكثر الانديه والجهات يمكن كان في نوع من انواع اللي يعني ما نقول ركود، يمكن خفوا، ماشي هذه البطولات، ما في هذاك التسويق، ما في على الانتاج. النادي الاهلي يمكن اخذ مبادره متميزه، جمع جميع الجوانب، يمكن الابتكار، استشراف المستقبل، يعني اطلاع على افضل الممارسات. نادي الاهلي هذه يمكن كان هذا في يعني مجلس الاداره والمنتسبين حاطين نصب عينهم ان كيف يسوون هالامور هاي في فتره الكوفيد، في ظل الظروف الصعبه وقتها. في الظروف الصعبه شو حققوا؟ اللي الواحد يعني يفتخر فيه انهم حققوا تمويل ذاتي بنفسهم، تمويل ذاتي يعني. كانت يعني مبادرتهم هي داعمه للمؤسسات الرياضيه في التعامل مع الجائحه. في فتره الجائحه هاي كانت يمكن بعض المؤسسات شفناها نحن اخذت دروس ممتازه في العمل المؤسسي. العمل المؤسسي هو نجاح لاي مؤسسه، سواء من تسويق، من تمويل، من نتائج، وهذا كان ينطبق
على وين؟ على النادي الأهلي. نادي الأهلي. ويمكن المبادرة مالهم حققت عوائد مالية للنادي، ومو فقط عوائد مالية، كوادر بشرية ومعرفية، وعلى حسب التحليل ولجنة خبراء التحكيم وفريق التحكيم اللي حكموا. طبعا هذه ولا واحد فيهم من الجمهورية المصرية، كانوا كلهم من الخارج، وكان يرأسها سعادة مصطفى العرفاوي اللي هو العضو الشرفي للجنة الأولمبية الدولية، وكان سابقا رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يرأسها، وفي خبراء من مختلف الدول ومن ضمنها أسواف اللي هي اتحاد الاتحاد الصيفي للأولمبياد الصيفية. لا يعني اختيار الفائز في حيادية وشفافية كبيرة من المجموعة والمجلس. هي ما في شك. وعلى هالأساس يمكن هاي المبادرة اللي هم سووها الخبراء هذه فريق العمل، قالوا هاي مو فقط في خلال سنة ولا سنتين، النادي الأهلي بيستمر في هالمبادرة واللي سواه لعدة سنوات للأمام، وكان نموذج لباقي المؤسسات والأندية. وهذا يعني تقدير من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم الإبداع الرياضي، ان استحقاق بجدارة النادي الأهلي فاز في هذه البطولة، وان نحب نبارك لهم جميعا صراحة، المنتسبين، أعضاء مجلس إدارة، الجمهور، الكل من يسمع هاي الجائزة على مستوى رفيع، وان شاء الله بيحظون بتكريم رفيع المستوى وتقدير رفيع المستوى والوسام اللي بيكون في 9 يناير 2022 في مقر اكسبو دبي 2020. 9 يناير ان شاء الله ده تسليم الجائزه. كلمنا برضو يا استاذ ناصر اكتر عن اليوم ده، يوم الحفل والتفاصيل اكتر. يوم 9 يناير ان شاء الله لا هيكون متواجد فيها اكيد النادي الاهلي بامر الله. نعم ان شاء الله تاريخ 9 يناير كل المكرمين بيكونوا متواجدين، وعددهم مختلف من دول العالم او المؤسسات العالميه او المؤسسات العربيه او المؤسسات المحليه، سواء مؤسسات ولا فرق ولا افراد، بيكون عددهم 28 شخص يعني او مؤسسه. بيكون ان شاء الله الساعه 11 بتوقيت الامارات تاريخ 9 يناير صادف يوم الاحد، بيكون في القاعه الشماليه للمركز الدولي للمعارض في مقر اكسبو. وان شاء الله نتمنى اكثر عدد ممكن يكون متواجد في هذا المحفل الكبير اللي هو نقول عصفورين في حجر، محفل اكسبو فريد من نوعه، خاصه هالاكسبو يشمل فعاليات واحداث رياضيه بالاضافه الى الفعاليات اللي هي معروفه في اكسبو. والشغله الثانيه اللي هي جائزه محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، تحمل يعني اسم كبير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. الكل حد يتمنى أن يحصل على هذا الوسام وهذا الشرف في التكريم. حضرتك وتكلم أستاذ ناصر عن الفترة اللي كانت صعبة في العالم كلها ولم يتأثر بها النادي الأهلي، فترة كورونا كوفيد-19. أيضا النادي الأهلي على المستوى الرياضي بيضيف بطولتين قاريتين للنادي الأهلي، بطولة أفريقيا 9 والـ10، ده برضو إنجاز يعني يحسب من ضمن الإنجازات، وأيضا تكريم النادي الأهلي في هذه الحفل. ما في شك، يعني أنا جوانب الإنجازات يعني لامعة أمام كل حد. تمام. وعارفين نادي الأهلي شو حصل. أنا يمكن اتطرقت للأشياء اللي هي يمكن الناس غافلة عنها أو مو بعارفة اسمها، أو مثل ما تقول النادي الأهلي يشتغل فيها كعمل مؤسسي. اما الانجازات او ميداليه اولمبيه او ميداليه افريقيه، كل حد واضح امامه، يعني واضح وضوح الشمس، وهذا مو بشيء غريب. يعني انا اكرر واعيد اقول مو بشيء غريب على نادي الاهلي صراحه، يعني الكل منتسب يفتخر في نادي الاهلي. التواجد المصري في هذا الحفل وهذا التكريم اللي هو الاكبر في الوطن العربي لم يقتصر على النادي الاهلي فقط، ايضا موجوده في ريال اشرف وايا مدني، اثنين من ابطالنا برضو المصريين هيكونوا متواجدين في هذا الحفل. نعم الحمد لله رب العالمين. يمكن الجمهوريه المصريه كل سنه من بدايه الجائزه الى اليوم نهايه الدوره 11، كل سنه فيها حد من الجمهوريه المصريه، يعني ما شاء الله انجازات ورا انجازات ورا انجازات.
ونتوقع الفترة القادمة يكون إنجازاتهم أكثر بالفلسفة اللي تتبناها الجمهورية قيادة والشعب. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ناصر، ودايما بتجمعنا علاقه طيبه باشقائنا في دوله الامارات الشقيقه. بنشكر الاستاذ ناصر ال رحمه مساعد الامين العام بمجلس دبي الرياضي ومدير الجائزه، وكنا حابين النهارده يكون متواجد معانا علشان يحطنا في كافه التفاصيل ان شاء الله اللي هيكون موجود فيها النادي الاهلي يوم 9 يناير في هذا الحفل اللي هو الاكبر في الوطن العربي وقال كمان بل في العالم كله. النهارده جديده تضاف لانجازات وبطولات النادي الاهلي، بنقول النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته الف مبروك، وبرضه بنبارك للنادي الاهلي عن فوز مهم امبارح بالامس امام غزل المحله، مباراه كانت صعبه. دائما وابدا مباريات الاهلي امام غزل المحله في استاد غزل المحله مباريات فيها نديه كبيره، بنقول هارد لاك لفريق غزل المحله، فريق مجتهد، فريق كافح طول 90 دقيقه، لكن في النهايه روح الفانيلا الحمراء كانت موجوده. واحنا بنتكلم عن مشوار بطولة الدوري، مشوار مهم جدا. دايما في بطولة الدوري في محطات مهمة علشان في الاخر ان شاء الله تقدر تحصد لقب البطولة. احنا لسه بنتكلم في الاسبوع الخامس ولسه المشوار طويل، لكن دايما عندك محطات مهمة. من المحطات المهمة مباراة امبارح امام غزل المحلة، لما نفوز على غزل المحلة في ملعبها 3-2 ده انجاز، يعني نقول ثلاث نقاط مهمين، نقول خطوة مهمة، نقول محطة مهمة، ثلاث نقاط غاليين في مشوار بطولة الدوري. النادي الأهلي النهارده بيبتعد بالصدارة بنقطتين عن بيراميدز وخمس نقاط عن الزمالك. امبارح في مكاسب كبيرة. أول مكسب لاعب اسمه أكرم توفيق. اللاعب ده لاعب فعلا، خد الفرصة في النادي الأهلي أعطاها له بيتسو موسيماني في الباك رايت، النهارده مسك فيها بايديه واسنانه زي ما بيقولوا بلغه الكوره. اكرم توفيق واحد من نجوم المباراه بالامس لما لعب باك رايت، امبارح ادى اداء رائع. معايا لقطه مهمه جدا لاكرم توفيق. اللقطه اللي احنا شايفينها دي كانت كوره للنادي الاهلي، فاول ناحيه اليمين عملها علي معلول، وكان في تمركز خاطئ للاعيب النادي الاهلي على ال 18. امبارح كان اكرم توفيق هو الوحيد في الكوره دي في نص ملعب النادي الاهلي، هو الوحيد اللي ورا. النهارده اتعملت هجمه مرتده سريعه من لعيبه غزل المحله، وقفوا لي هنا لو سمحتوا يا شباب. النهارده ثلاث لعيبه من غزل المحله على لاعب واحد هو اكرم توفيق، شايفين الكره دي؟ ده تمركز خاطئ من لعيب النادي الاهلي، لكن عندك النهارده اكرم توفيق لاعب مصحصح طول 90 دقيقه. النهارده الكره دي شوف اكرم توفيق وشه هنا لجون ولمحمد الشناوي، ما راحش قابل بوشه، لو قابل بوشه النهارده الكره ممكن يتضرب، اللعيب يروح من نص الملعب، لكن حط نفسه النهارده، ادى وشه لمحمد الشناوي علشان دايما يكون في وضع السرعه ووضع الحركه. النهارده اول ما اتعملت قدر يروح يقطع الكوره، فالنهارده بنقول لاكرم توفيق تحيه ليك. نضرب له تعظيم سلام على هنا في الكوره دي الثلاثه، اكرم توفيق لابس احمر وشه لجونه محمد الشناوي، تمركز صحيح وبدا في اللعبه دي بياخد وضع السرعه ووضع الحركه، اول ما راحت ناحيه اليمين قطع بسرعه بفدائيه كبيره جدا. حتى لما الجون جه في النادي الاهلي الجون الثاني وبقت النتيجه 2-2 وخبطت في رجل اكرم توفيق، وانا قاعد عندي يقين والله ان الاهلي هيكسب علشان يعوض اكرم توفيق. بعد الاداء والرجوله والقتال والجدعنه في الملعب ما ينفعش الاهلي يخرج متعادل على الاقل علشان اكرم توفيق. علشان كده شفنا الهدف الحلو اللي من علي معلول اللي بروح الفانيلا الحمراء في الثواني الاخيره، ودي من المحطات المهمه جدا انك تكسب في اخر ثواني في ملعب غزل المحله امام فريق محترم. امبارح كان عندنا اصابات، شفنا في نهايه المباراه علي معلول اصابه عنده شد في العضله الضمه، ايضا شفنا كمان حسام حسن واصابه قويه، ويعني وكلنا اتخضنا كجماهير النادي الاهلي. نروح بقى للدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي علشان نطمن على لعيبه النادي الاهلي. مساء الفل يا دكتور احمد. مساء الخير يا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ منور قناه الاهلي. ربنا يكرمك يا كابتن اسامه، منوره بحضرتك دايما. طمنا بقى امبارح بعد المباراه جماهير النادي الاهلي كلها قلقت شويه، اصابه حسام حسن حتى شفناه بيبكي بعد وهو خارج، الناس كلها اتخضت،
امبارح علي معلول برضو في اخر المباراه مسك العضله الضامه، طمنا على حسام حسن وعلي معلول. والله يا كابتن هو الحمد لله الحمد لله، يعني هو المباراه امبارح كانت حماسيه بزياده شويه، وكان فيها برضو يعني الاحداث بقى بالنسبه لنا احنا كاصابات برضو كانت احداث حماسيه شويه بزياده. انما الحمد لله والله احنا بعد ما خلصنا المباراه على طول جينا بقى على القاهره وطمنا على اللعيبه بتاعتنا، الحمد لله الامور كلها مطمنه. يعني هو بالنسبه لحسام كان خد اصابه كده بعد ما نزل بحوالي 5 دقائق او 6 دقائق، كان في التحام وكان خد اصابه في القدم او في الساق من الجزء الداخلي، ودي ادت ان الركبه اتفردت بزياده شويه. الفرده اللي بزياده ديت حصل زي كدمه في المفصل نفسه، الحمد لله الكدمه بعيده تماما عن الاربطه والغضاريف، وده اللي احنا اتاكدنا منه بعد ما عملنا الرنين اول ما وصلنا القاهره. هي في الاخر كدمه شديده شويه، انما يعني اقصى تقدير ان شاء الله باذن الله احنا بنتكلم في اسبوع 10 ايام وينتظم ان شاء الله باذن الله معانا. وكان معانا في النادي النهارده، بدانا مع البرنامج بتاع العلاج الطبيعي، الحمد لله برضو الفحوصات النهارده كويسه جدا اللي احنا عملناها له، مبشره جدا جدا. ويعني اصابه الحمد لله بسيطه على غير اللي كان ظاهر او كان باين قدامنا يعني. الحمد لله بالنسبه لحسام حسن يعني اسبوع 10 ايام، امبارح اجريته الاشعاعات كلها الامور مطمئنه الحمد لله. علي معلول بقى دكتور. علي كان برضه قبل نهايه المباراه بحوالي 5 دقائق كده، او قبل نهايه الوقت الاصلي بخمس دقائق في الدقيقه تقريبا كانت 85، كان بدا يشتكي ببعض الالام البسيطه كده اللي بدات تزيد في الجزء بتاع المنشا بتاع العضله الضمه من الحوض من فوق. طبعا استدعيناه عشان نشوفه، وقال لا كان خلاص احنا كان التغييرات طبعا ما كانتش متاحه. طيب اخبارك ايه؟ لا انا هتحامل شويه وهكمل. كان طبعا الـ الشكل الظاهري في البدايه يعني ان هو ان شاء الله حاجه بسيطه يعني. زي ما حضرتك شفت بقى ان علي يكمل وحتى شاط الضربه الحره، والحمد لله ربنا كرمنا بيها وكانت يعني سبب الفوز بتاعنا. بعد المباراه شفته اطمنا عليه، عملنا له شويه اختبارات كده كانت برضو الى حد كبير كانت مطمئنه. الالم ما كانش شديد قوي. بعد ما وصلنا القاهرة كان الألم بدأ يقل شوية. كويس. عملنا له برضو الرنين والحمد لله الرنين طمنا تماما إن ما فيش الحمد لله الإصابات العضلية اللي إحنا بنخاف منها إن يكون في مزق أو الحاجات ديت مش موجودة. هو مجرد إجهاد في أنت عارف في المباريات اللي علي بيلعبها برضو كتيرة ومتتالية، سواء معانا في الأهلي سواء مع المنتخب التونسي. فده بيؤدي لأن في حاجات ليها علاقة بالإجهاد أكتر ما طبعا الفترة اللي فاتت توقف دولي، معظم او كل لعيبه النادي الاهلي بتلعب مع منتخبات بلادها، رجعت على ضغط مباريات في 3 ايام في اسبوع. دي حقيقه. وبعدين يعني زي ما حضرتك بتشوف كده علي لا يتوانى في الملعب يعني. حقيقه. يعني مجهوده عالي جدا، وده بيخلي فيه مجهود بقى مننا احنا بزياده كمان ان نخلي درجه الاستشفاء بتاعته تكون اعلى ما يكون، ومجهودات من طاقم العلاج الطبيعي والتأهيل. يبقى كده بنطمن جمهور النادي يعني الاهلي، نحاول نتفادى بنطمن جمهور النادي الاهلي على لسان الدكتور احمد ابو عبله اللي معانا دلوقتي على الهواء، حسام حسن وعلي معلول ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام يكونوا متواجدين في الملعب، الامور بسيطه جدا. دكتور عايز اسالك برضو عن حاجه ثانيه، ما شاء الله في تطور في الملف الطبي بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. شفنا في بدايه الموسم بيرسي تاو اصابه مزق في العضله الخلفيه او في عضله الضمه. كنا بنشوف الكلام ده قبل كده ممكن يقعد بـ3 شهور ولا 4 شهور، ما شاء الله في خلال 3 أسابيع شفنا بيرسي تاو متواجد في الملعب. والله هو يعني في الأول فضل من ربنا الحمد لله يعني، ويعني زي ما أي حاجة في الدنيا بتتطور إحنا كان لازم برضه يبقى في خطة للتطوير عندنا في الجهاز الطبي. واللي أنا عايز أقوله لك كابتن أسامة إن الخطة ديت كانت بادئة من قبل ما أنا أكون موجود كمان. يعني كان الدكتور خالد كان بدأ فعلا في خطة التطوير. كان التنفيذ بقى وان احنا نبدا ندخل الاجهزه الجديده وندخل الاساليب الحديثه ديت اللي احنا بداناها من اول الموسم اللي فات. طبعا يعني فضل من ربنا ودعم مجلس الاداره لينا، دعم الكابتن لينا الدكتور محمد شوقي. يعني عايز اقول لك كابتن اسامه ما كانش في حاجه بنطلبها الا وكانت بتقابل يعني بالترحاب، مش هقول لحضرتك بالمناقشه حتى. كويس. الحمد لله الحمد لله. يعني الاجهزه الجديده ساعدتنا، التطوير في الاسلوب وفي الاداء في الجهاز الطبي ده برضه ساعدنا. كل حاجه بقت متاحه وتحت ايدينا من اول التشخيص لغايه
العلاج لغايه الكوادر نفسها اللي موجوده في الجهاز الطبي الحمد لله بقت يعني او يعني على اعلى مستوى دلوقتي. فكل ده في الاخر بيؤدي النتيجه الحمد لله الى حد ما كويسه، ويا رب نستمر على ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هنا في قناه الاهلي قلت حاجه بالنسبه لمباراه الزمالك اللي احنا فزنا فيها 5، اشدنا ببيتسو موسيماني، اشدنا بلعيبه النادي الاهلي، ودلوقتي بقى اشيد بالدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي بتاعه، جماعه المعاونين كلهم معاه في تجهيز واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي وقتها محمد الشناوي. محمد الشناوي يعني كل الناس قالت ممكن ما يلحقش مباراه الزمالك لاصابه كبيره، ممكن ما يكونش متواجد، لكن دور الجهاز الطبي دور الدكتور احمد ابو عبله كان متواجد وكان يعني ليه دور مهم ومؤثر في مباراه القمه. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنسابق الزمن يعني من الاول، اول ما حطينا خطه العلاج بتاعتنا في الحقيقه برضه عشان نكون واضحين احنا كنا مستبعدين ان الشناوي يقدر يشارك في مباراه الزمالك. انما كان الهدف بتاعنا ان احنا نجهز الشناوي في اسرع وقت، سواء بقى هيلحق مباراه الزمالك مش هيلحق مباراه الزمالك، احنا هنعمل شغلنا وفي الاخر يعني اللي ربنا رايده بقى يكون يعني. وصلنا لمباراة الزمالك ولقيناه جاهز، وصلنا قبل مباراة الزمالك ولقيناه جاهز يبدأ ينزل الملعب ويشارك. طبعا ده كان يعني بيقابله او بيتماشى معاه ان كان في اصرار شديد جدا جدا من الكابتن محمد الشناوي ان هو يكون متواجد. فده كان مساعدنا كتير قوي يعني، ده كان مخلينا قادرين نشتغل بحرية اكتر، ما كانش في حاجة يعني ما كانش في وقت عنده بيضيعه، ما كانش في وقت نقول له مثلا هنعمل علاج طبيعي الصبح، هنعمل بالليل، هنعمل مرتين، هتيجي علشان هنعمل حقن بلازما مثلا، هنشتغل تأهيل مع العلاج الطبيعي، لا يعني كان مساعدنا تماما. والحمد لله الالتئام حصل في وقت قصير جدا، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا والمجهودات بتاعت الفريق الطبي كله. لقينا الحمد لله الامور مطمئنه، الاختبارات بتاعته بدات تتحسن كتير جدا، الاشعاعات بتاعته بدات تبقى مطمئنه جدا. طبعا بيبقى في ريسك طبعا، اي اصابه عضليه احنا بننزل اللعيب الملعب وفي ريسك اعاده الاصابه ممكن يوصل ل 20%، ده لما بنعمل كل حاجه صح، لما بنعمل له العلاج الطبيعي وياخد المده بتاعته اللازمه ويعمل التاهيل بتاعه وكل حاجه مظبوطه 100%، برضه في نسبه اعاده للاصابه بتكون موجود. بس الحمد لله دلوقتي حتى، انما الحمد لله الحمد لله حتى جماهير النادي الاهلي دلوقتي بقت مطمنه في هذا الملف الطبي، حتى لا قدر الله لما لعيب بيتصاب يعني الامور بقت افضل بكتير من زمان في نسب عوده اللاعب مره اخرى. دكتور عايز اكلمك برضو يعني الفتره اللي فاتت في توقف دولي في مباريات مضغوطه، رجعنا على 3 مباريات في اسبوع في 7 ايام، ابتدت الاول بمباراه المقاولين يوم الجمعه، يوم الاثنين غزل المحله سفر، نرجع مباراه سموحه. النادي الاهلي دلوقتي موجود في اجهزه الاستشفاء بشكل كبير، النهارده ان اللعيبه يعني حتى مع ضغط المباراه دي ممكن اللعيبه ترجع بكامل قوتها، الحمد لله كل الاجهزه دي موجوده في النادي الاهلي. الحمد لله يا كابتن كل حاجه موجوده عندنا، نقدر نقول انها هتساعدنا في الجزئيه بتاعه الاستشفاء. برضو اللي انا عايز اشيد بيه طبعا هو دور مخطط الاحمال. كويس. اللي بيقدر ينظم ده يعني انت عشان تنظم حمل لاعبين ومواعيد الاستشفاء بتاعتهم دي صعبه قوي، ان انت تحصل على اداء كويس من غير ما يحصل اصابات او باقل قدر ممكن من الاصابات. فلا معانا مخطط احمال كويس جدا، متفاهم جدا، متعاون جدا جدا، بيسمعنا كويس قوي واحنا بنسمعه برضه كويس قوي، بيبقى في تنسيق ما بيننا على مستوى عالي جدا في موضوع الاستشفاء، وفي موضوع احنا امتى ناخد راحات، في موضوع امتى التمرين بالنسبه لبعض اللاعبين يكون مختلف شويه عن اللاعبين الاخرين، يعني مش كل اللعيبه بتاخد نفس الانتنسيتي، مش كل اللعيبه بتاخد نفس الوقت بتاع التمرين، بحيث ان احنا على قد ما نقدر نهتم بالتفاصيل الصغيره اللي تحافظ ان اللعيبه ما توصلش لمستوى عالي من الاحمال يؤدي الاصابات في الاخر. اخيرا يا دكتور، اخيرا عايزين نطمن منك على محمود متولي من الناحية الطبية، جاهز بنسبة 100% ولا أخبار محمود متولي إيه؟ محمود جاهز بنسبة 100%، يعني مشاركة محمود متولي ده يعني إن شاء الله هو أمر فني، إحنا بالنسبة لنا طبيا وبدنيا محمود جاهز تماما الحمد لله. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك كل التوفيق مع الجهاز الطبي
فعلا دكتور احمد ابو عبلة عامل شغل هايل مع الجهاز الفني وكل جهاز الاداري بقياده ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ. اتمنى لكم التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى دلوقتي لفقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع فريق 2007. عندنا ما شاء الله فريق 2007 بقياده الكابتن اسامه زكي عامل نتائج اكثر من رائعه في بطوله دوري الجمهوريه. اهلي 2007 يفوز على وادي دجله برباعيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. هقول لحضراتكم برضو التشكيل اللي ابتدى بيه الكابتن اسامه زكي. في حراسه المرمى اياد تامر، خط الدفاع ادم طارق ومحمد السيد وزياد وائل وكريم عمرو، خط الوسط محمد رأفت وعمر فتحي وحازم عاشور وعصام احمد واحمد الشيخ، وفي الهجوم محمد عبد الفتاح تاحه. وافتكروا الاسم ده، تاحه الشهير بتاعها محمد عبد الفتاح، من المهاجمين المميزين جدا في فريق 2007. رباعيه النادي الاهلي جت عن طريق احمد الشيخ هدفين وعصام احمد هدف، والبديل نزل في الشوط الثاني حمزه علي عماد ايضا احرز هدف. ارتفع رصيد 2007 إلى 19 نقطة، متصدر بطولة الجمهورية فريق 2007 في النادي الأهلي. دي بطولة 2007. أيضا نروح للخبر اللي بعد كده مع أهلي 2006. أهلي 2006 يفوز على فيوتشر بهدف في بطولة الجمهورية. هدف الفوز جه عن طريق عمار وليد حافظ. عمار وليد حافظ ده برضو من اللاعبين المميزين في فريق 2006، لاعب مبشر، لاعب ان شاء الله بنتوسم فيه انه يكون موجود في الدرجه الاولى. افتكروا الاسم ده، عمار وليد. احرز هدف الفوز للنادي الاهلي في الشوط الثاني، ليمنح النادي الاهلي 3 نقاط مهمه جدا. وايضا برضو 2006 متصدر بطوله الجمهوريه. كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني عامل شغل اكثر من رائع. 2006 بيرفع رصيده ل 18 نقطه زي ما قلت لحضراتكم، من الفوز في 6 مباريات، الخساره في مباراه واحدة. علشان كده 2006 متصدر جدول المسابقة. نروح ل 2001. 2001 فازوا على الاتحاد السكندري في ملاعب الناشئين بمدينة نصر بثنائية. كانت مباراة، طبعا كان الشوط الثاني فيه ظروف المطر، الطقس تغير الشوط الثاني، لكن قدر النادي الأهلي يفوز 2-1. كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد السكندري اللي عنده قطاع ناشئين قوي، قطاع ناشئين محترم. النتيجة كان النادي الأهلي متقدم، بعد كده التعادل الاتحاد السكندري، وفي الثواني الأخيرة مباراة شبه مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدرجة الأولى، قدر النادي الأهلي يفوز في الثواني الأخيرة. أحرز أهداف اللقاء علي عمرو في الدقيقة 8، وفي اللحظات الأخيرة أحمد عربي. نروح نشوف هدف من الهدفين، هدف حلو على طريقة إبراهيموفيتش. نشوف الهدف. يعني هدف حلو، ما ينفعش نعدي الهدف ده، لازم نقف عليه ولازم نحلله. هدف فيه شغل فني من الكابتن عمرو أنور، هدف حلو. عيدوا لنا الهدف تاني لو سمحتوا علشان نتكلم على الأول. أحمد سيد غريب وقف على الكرة، استنى الباك ليفت، طلع عمل كرة عرضية. النهاردة زياد طارق، النهاردة وقفوا بقى هنا، وقف. النهاردة زياد طارق والكرة جاية، شايفين المهارة العالية جدا، المهارة العالية جدا، والكرة جاية وشه خارج الملعب، بيرجع الكره تانية، بيعمل اسيست عالمي. هدف حلو قوي ملعوب من زياد طارق، بيحرز الهدف من متابعه جيده. علي عمرو بيحط دماغه رغم ان المدافع بيحط رجله، لكن عنده الشجاعه النهارده يحط راسه ويحرز الهدف ده. كان الهدف الاول للنادي الاهلي، هدف حلو، انا بعتبره هدف الاسبوع بالنسبه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي مواليد 2001، اللاعب علي عمرو. بنبارك لشباب النادي الاهلي. نروح نشوف مع بعض دلوقتي اللقاءات ما بعد المباراة.
طبعا على المكسب النهارده. الولاد كانوا ادوا بشكل كويس جدا ورجاله لحد اخر ثانيه في الماتش. احنا ادينا الشوط الاولاني كويس جدا، مسكنا كوره ونقلنا والحمد لله قدرنا نسجل هدف وكنا مسيطرين تقريبا على الشوط الاول كله. الشوط الثاني طبعا في وسط في ظل المطره والهواء اللي من كل حته والاجواء اتغيرت وبقى الهواء علينا، فبقينا نجد صعوبه ان احنا نطلع بالكره من تحت، فده ضغطنا شويه يعني الشوط الثاني لحد ما فريق الاتحاد قدر يتعادل. لكن الحمد لله يعني الولاد حتى اللي نزلوا كانوا ادوا بشكل كويس والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب هدف الفوز في وقت قاتل يعني في اخر دقيقه في اللقاء. وطبعا الفوز ده بنهديه الكابتن عمرو ونتمنى له السلامه طبعا وربنا يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه ان شاء الله. والله رؤى يعني هو السيستم محطوط، يعني كابتن عمرو حاطط سيستم ماشيين بيه من اول السنه، سواء هو موجود سواء هو مش موجود، هو سيستم واحد اللي شغالين بيه. انا طبعا من كتر معاشرتي معاه طبعا فهمت دماغه وفهمت شغله وعايز ايه بالظبط وتغييراته، حتى لو هو عايز يغير بيفكر في ايه. فالحمد لله يعني ماشي على بنتعلم منه طبعا كل حاجه، وان شاء الله يعني ربنا يقوم بالسلامه ويرجعه لنا والحمد لله ربنا كرمنا. يعني الفريق الشباب هو الذخيره اللي بتغذي الفريق الاول، في ولاد كتير بيتمرنوا معاهم وبيجوا يلعبوا معانا، فطبعا هم بيحبوا يطمنوا عليهم مستواهم وصل لحد فين وبيتابعوهم وبيتابعوا حتى الولاد اللي ما بيجوش يعني اللي ما بياخدوهمش يشوفوا مستواهم برده، اللي بيبقى مميز فيهم بيبصوا عليه يعني. فده يعني ده طول عمر النادي الاهلي كده، يعني فرقه الشباب هي الذخيره بتاعه الفريق الاول. زي ما انت قلت في الاخر دي اهم حاجه، شخصيه لعيب النادي الاهلي. احنا هنا بنتربى على المكسب، ما فيش حاجه اسمها تعادل، تعادل زي وزي الخساره. فاحنا بنلعب احنا يعني حتى لو دخل فينا الجون احنا جبنا الكره على طول لحد اخر دقيقه نلعب ان احنا نكسب ان شاء الله. احنا النظام بتاع هو النادي الاهلي معروف، هو في سيستم واحد، هو الدنيا ما فرقتش، هو نفس التعليمات نفس الخطه نفس كل حاجه. واحنا كنا على قد المسؤوليه الحمد لله، اللعيبه كلها كانت رجاله، كنا عايزين برده نوري كابتن عمرو ان اللي هو رجاله حتى هو مش موجود احنا هنلعب نفس لعبنا ونبقى على قد المسؤوليه. طبعا لما الجون دخل اكيد حسينا المباراه صعب، بس ده مش معناه ان احنا حسينا ان الماتش خلص. هو لحد ما زي ما قلت لك رؤى، لحد ما الماتش يخلص لحد ما الحكم يصفر احنا بنلعب على المكسب ان شاء الله. طبعا دي دوافع كبيره، وانت دايما بتلعب في نادي الاهلي انت لازم تبقى من احسن لعيبه في مصر عشان تاخد مكانك في النادي، ومش في مصر بس بالعكس في افريقيا انت بتنافس على بطوله افريقيا كمان في الدرجه الاولى. فهي دي طبعا دوافع كلها خلتنا النهارده في الملعب ان احنا نثبت نفسنا ونلعب ونطلع كل اللي عندنا ان شاء الله في الملعب. الحمد لله ثلاث نقط مهمين. احنا طبعا بندي النقط دي للكابتن عمرو انور بنتمنى له السلامه ان شاء الله. والحمد لله كانت لعيبه رجاله على قد المسؤوليه، بنلعب لاخر دقيقه والحمد لله جون جه في اخر دقيقه. دي شخصيه النادي الاهلي طول عمرنا معروف عننا كده الحمد لله. كابتن احمد قال لي انا عايزك تكون اخر واحد في الملعب وتسحب المدافعين معاك واي كره عاليه تلعب بيها يعني. والحمد لله قدرت ان احنا نجيب جون للحارس، لعبها خبطت فيها راحت العربي، عربي الحمد لله جاب جون. طبعا ده النادي الاهلي، بس برضو الجو كان صعب النهارده، فده اللي خلانا مستوانا بالشكل ده. بس الحمد لله ده توفيق الاسبوع كله، عملنا سيستم كويس الاسبوع كله وكنا كويسين، وده مجهودنا ربنا مش بيضيعه يعني الحمد لله. النهارده بقى الماتش الحمد لله احنا كلنا قاعدين بره مركزين، اللي ينزل دقيقه زي اللي لعب الماتش كله، اهم حاجه الثلاثه بونت. والحمد لله ربنا كفأنا ان احنا تعبنا الاسبوع كله في التمرين وما قصرناش في الماتش وظروف المطره وبتاع، بس الحمد لله الجوان اللي بتبقى زي كده بقى لها طعم احسن يعني، كجو وحش كجون في اخر دقيقه، بس ده شخصيه النادي الاهلي يعني بانت في وقت زي ده، واحنا مرنا بالمواقف دي كتير فكسبنا خبرات من قبل كده، فكنا الحمد لله هادين لغايه اخر الوقت والحمد لله قدرنا نجيب الجون. كلنا قاعدين مركزين، اللي ينزل يحاول يضيف للي موجودين عشان ما نضيعش تعب حد. اللي بداوا من الماتش تعبوا ومروا بظروف وحشه خلال الماتش، واحنا كنا قاعدين بره مثلا ما شفناش اللي هم شافوه في الماتش، فنحاول كنا نضيف لهم. والحمد لله نزلنا كلنا معظمنا كنا اضافه، سواء انا رضا ياسر الحمد لله كنا سبب ان احنا كنا نجيب الجون الحمد لله. هو الحمد لله اللي المهم ان انا مش مهم العب قد ايه، المهم تاثيري هيبقى قد ايه في خلال الماتش او خلال الموسم عامه. الحمد لله انا كنت مركز، سواء لعبت دقيقه لعبت الماتش كله قاعد ان انا احاول اثر في الماتش، والحمد لله ده حصل يعني.
ما شاء الله عندنا لعبة مميزة جدا، وزي ما بقول لحضراتكم لعبة مبشرة في فريق الشباب مواليد 2001 تحت قيادة كابتن عمرو أنور. علشان كده أقول لحضراتكم خبر حصري، كابتن أمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي، تعاقدات وتسويق في النادي الأهلي، متواجد دلوقتي في التشيك. كابتن أمير توفيق متواجد علشان إن شاء الله خلال الانتقالات الشتوية القادمة هيكون في 3 أو 4 لاعبين من فريق الشباب بالنادي الأهلي متواجدين إن شاء الله في الدوري التشيكي. إن شاء الله في شهر يناير القادم هيكون في 3 أو 4 لاعبين من فريق الشباب من النادي الأهلي هيكونوا متواجدين في نادي أو 2 في الدوري التشيكي. التجربة دي شفناها قبل كده، مصطفى فوزي، محمد أحمد بيسو، ميدو هشام، 3 لاعيبة من النادي الأهلي من فريق الشباب. أيضا خلال الفترة القادمة هيكون في 3 أو 4 لاعبين أيضا موجودين في الدوري التشيكي خلال الانتقالات الشتوية القادمة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل نجم الأهلي وحارس مرمى الأهلي السابق كابتن أمير عبد الحميد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب النهارده بضيفي، يعني واحد عشره عمر في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا كمان في الفريق الاول كنا على طول متواجدين مع بعض في المباريات في المعسكرات. زي ما بقول لحضراتكم يعني رحله عمر معاه، حبيبي وصاحبي كابتن امير عبد الحميد. منورنا يا كابتن امير. حبيبي يا كابتن اسامه، والله انا سعيد جدا بالكلام اللي حضرتك قلته ده. وطبعا زي ما انت قلت عشره، و يعني وفي حاجات بيننا كتير جدا جدا، قطاع الناشئين كل حاجه، والسكن وكل حاجه في قطاع الناشئين، والمباريات والفريق الاول واليابان، حاجات كتير جدا. انت اخويا كمان، يعني زود على كل الكلام ده ان انت اخويا، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. برنامج جميل وبيقدم اشبال النادي الاهلي، ويعني بصراحه بتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن امير. تعالى بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده نشوف التقرير اللي عمله عنك فريق الاعداد النهارده. يحظى أمير عبد الحميد حارس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بحالة خالصة من الحب لدى جماهير ناديه الذي تربى بين جدرانه وتدرج بين صفوفه حتى بات الحارس الأول، وشارك في حصد الكثير من البطولات مدافعا عن ألوانه. ولد أمير عبد الحميد في 24 أبريل عام 1979 بالقليوبية، وقضى معظم حياته داخل جدران الأهلي، حيث كانت البداية كناشئ موسم 92-93، وتدرج في المراحل السنية المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 99-2000. ارتبط أمير عبد الحميد بوجدان جماهير الأهلي في مناسبات عدة، لعل أهمها مشاركته في السداسية التاريخية أمام الإسماعيلي وعلى ملعبه موسم 2004-2005، بجانب تواجده في التشكيلة التي حصدت لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2008، وكان النهائي أمام القطن الكاميروني. حصد أمير عبد الحميد مع الأهلي قرابة 18 بطولة ما بين الدوري والكأس والسوبر المصري والإفريقي، ثم تنقل بين عدد من الأندية من بينها الاتحاد السكندري ووادي دجلة حتى أعلن اعتزاله كرة القدم. أمير عبد الحميد ظل سنوات يدافع عن ألوان الأهلي ويتدرب بمنتهى الجدية، ولعب في أصعب الأوقات، ولكنه كان كالأسد ينتظر فريسته ولم يتركها، ونجح بشكل رائع مع الفرسان الحمر في التتويج بالبطولات، وأهمها دوري أبطال إفريقيا 2008. عمل مديرا لأكاديميات الأهلي بالشيخ زايد قبل أن يتجه ليعمل مدربا لحراس المرمى. أمير عبد الحميد ضيف حلقة اليوم من برنامج الأشبال. نبتدي من الآخر بقى كابتن أمير، من آخر التقرير. كنت مدير أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد، دلوقتي اتجهت للتدريب، توليت تدريب نادي السكة الحديد، وخلاص خدت المجال ده. ايه اللي خلاك تغير الفكر؟
انا اولا طبعا بشكرك كابتن اسامه على التقرير الجميل ده، وبشكر طبعا الاعداد كله، يعني مجهود كبير جدا بشكرهم. الواحد بيبقى مبسوط جدا لما اكون موجود في النادي الاهلي او موجود في قناه النادي الاهلي والناس بتفتكرك بحاجات كويسه، وان انا اكون مثلت النادي الاهلي وجبت بطولات مع النادي الاهلي، فدي حاجه فخر ليا طبعا، الواحد بيبقى مبسوط بيها. هرجع لسؤال بقى في النقطه دي كمان، ابناء الاهلي غير اللي اتربوا داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي واللي عاشوا حياته كلها في النادي الاهلي استحاله يتنسوا. بص يا كابتن اسامه، زي ما انت قلت يمكن، وخاصه المخلصين، حط تحت المخلصين دي كمان 100 خط بالظبط. يمكن انت يمكن الواحد عشان لعبت في انديه كتير وحسيت ان الفرق شاسع وكبير جدا بين النادي الاهلي والانديه اللي لعبت فيها، رغم ان انا شرف لي انا لعبت معاهم ومثلت النادي اللي انا لعبت فيه وناس محترمه وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي غير. النادي الاهلي يعني ده يعني الواحد اتربى على حاجات معينه في النادي الاهلي، لما عانيت منها شويه لما لقيتهاش في الانديه الثانيه، لكن طبعا ده كان فخر ليا وشرف ليا. وكمان لما يكون في مناسبات في النادي الاهلي وان النادي الاهلي يكلمني وان انا ابقى متواجد في اي مناسبه، دي حاجه بتشرفني. يعني هاجي لسؤالك طبعا، بالنسبه ان انا طبعا كنت مدير اكاديميه النادي الاهلي، يمكن انا اول ما بطلت يا كابتن اسامه كنت يعني كان في وقت كده سنه سنتين ان انا المفروض ان انا هكمل العب تاني، لكن طبعا الكابتن خالد بيبو كان كلمني وقال لي النادي الاهلي بيدخل يعني عايز ولاد النادي الاهلي يدخلوا، بيعملوا كوادر صغيرين شباب، كان ساعتها فضل وحسام غالي، وانا دخلت وكان ده الهدف الاولي ان انا العب في الانديه دي وارجع تاني النادي الاهلي. والحمد لله رجعت، كنت مسؤول قعدت 3 سنين في اكاديميه النادي الاهلي كمسؤول مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. عملنا شغل كويس، قدمنا لعيبه كويسه جدا من الاكاديميه للقطاع في جميع الاعمار السنيه، فدي كانت بالنسبه لي كانت يعني اول بدايه لي ان انا ادخل جوه النادي الاهلي في كادر اداري. تعلمت منها كتير طبعا، تعلمت فيها كل حاجه. تعلمت قعدت قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين الحمد لله كنا عاملين شغل كويس جدا. وفي نفس الوقت يعني بس ده ما كانش في الحسبان بتاعي او في البلان بتاعتي ان انا هبقى حاجه اداريه. لكن انا لما دخلت النادي الاهلي كان ساعتها خالد بيبو كلمني قال لي النادي الاهلي محتاجك تدخل، ودخلت هتكون مسؤول عن مسؤول اداري. فدخلت اكتسبت خبرات وفي نفس الوقت خبرات فنيه. لكن الهدف بتاعي يا كابتن اسامه ان انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى، ده اللي كان في دماغي، ده الهدف الاساسي من الاول بعد الاعتزال بالظبط. وحتى كمان كابتن خالد بيبو وكابتن شطه وكل الناس اللي كانت موجوده، اي حد كان يقابلني يقول لي امير انت مدرب حراس مرمى النادي الاهلي وان شاء الله منتخب مصر، لازم تحط ده في دماغك. وانا اصلا كده كده دي في البلان بتاعتي. اول ما خلصت الكارير بتاع الكارير الاداري كنت هدخل قطاع الناشئين، ان انا ابقى مدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين، وده اللي انا كنت مستنيه بصراحه. وفي نفس الوقت طبعا جاي لي عرض بتاع نادي السكه الحديد ان انا اكون مدرب حراس مرمى في نادي السكه الحديد. كان كابتن امير عزمي مجاهد كان كلمني، وكابتن حماده نصر قالوا لي احنا يعني احنا عايزينك، انت عندك خبرات كويسه جدا واسم كبير، اكيد ده هيعلينا. فانا بصراحه لقيت تقدير كبير جدا من كابتن امير عزمي مجاهد وكابتن حماده نصر، امير صاحبي وحبيبي رغم ان هما زملكاويه صيه محترمه، لكن انا عايز اقول للناس يعني ناس الزمالك والنادي الاهلي ليه كل الاحترام، احنا كلعيبه واحنا كمدربين اصحاب، وانت زي ما انت قلت كابتن اسامه ان امير صاحبك، لقيت تقدير كبير جدا من امير، وفي نفس الوقت انك انت تبدا كبير، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان انا ابقى مدرب حراس مرمى لنادي السكه الحديد، كانت حاجه بالنسبه لي كبيره. لكن انا كان في دماغي ان انا ادخل قطاع الناشئين ابدا بيها واحده واحده، عشان الهدف الكبير ان انا اكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، هو ده اللي في دماغي وده اللي في بالي وده اللي انا الواحد بيسعى ليه. لكن انا بحب اخد خطوه خطوه، لكن حته انك انت تبقى مدرب فريق اول دي حاجه كانت كويسه جدا بالنسبه لي. كلمت كل الناس المسؤوله والناس صحابي اللي هم فاهمين. يمكن انا كمان مين ابرز الناس وانت بتاخد الخطوه دي؟ يعني كلمتهم، تواصلت معاهم، استشرتهم، خدت رايهم؟ اول واحد انت. انا مش عايز اقول على الهوا. اول واحد انت، كنت ساعتها انت كلمتني وقلت لي دي خطوه كويسه جدا ليك ودي حاجه انك انت تبدا حاجه كويسه، وانت قلت لي طبعا اكيد اساس انك انت تبدا قطاع الناشئين في النادي الاهلي، انت قلت لي الكلام دوت واكيد ده في دماغي فتره بتاخد فيها خبرات بالظبط. لكن الحمد لله انا يعني كمان عملت معايشه كويسه جدا مع مستر ميشيل يانكون. ايوه عايز اتكلم عن النقطه دي. يعني عندنا مدرب قيمه ميشيل يانكوني، صراحه انا يعني لما بتفرج على تمرين الدرجه الاولى وكنت موجود معاهم في كاس العالم للانديه وبتفرج على شغله، فعلا بيشتغل شغل اوروبي زي ما بيقولوا بلغه الكوره، فهو اضافه كبيره. وشفنا الطفره الكبيره اللي عملها في حراسه مرمى النادي الاهلي، محمد الشناوي
علي لطفي الحارس الثاني، ولما بنحتاج مصطفى شوقي برضو الحارس الثالث موجود، في حمزه كمان وحمزه علاء طبعا جاي في الطريق. فالنهارده عمل طفره، فالنهارده انك بتاخد الخبرات دي من مدرب كبير اكيد خطوه مهمه جدا، وكمان تتحط في السي في بتاعك. بص يا استاذ، هو كمان غير ان هو مدرب عالمي ومدرب كبير جدا، شخصيه محترمه جدا جدا صراحه، وكل الناس بتحبه. يمكن انا كمان في موقف اول مره كنت قابله، كنت دخلت النادي، هو سلم عليا عادي يعني، واحد جوه في النادي ما يعرفش انا مين طبعا. فلقى لعيبه كلها النجوم، وليد سليمان وكان الشناوي موجود وقفشه وكل وسليه وكل الناس الموجوده، حسين الشحات اللي كانوا موجودين بيسلموا عليا، وطبعا قناه النادي الاهلي والمصورين بتاع. فهو راح قال لهم يا جماعه، هو مين ده بقى؟ مين ده اللي انا سلمت عليه عادي يعني؟ ما قالوا ده كان كباتن النادي الاهلي وهنا من الناشئين وكذا كذا. فرجع لي قال انا اسف ما كنتش اعرف. المهم قلت له انا جاي وانا سعيد جدا انا معاك، وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان يعني اتكلم معانا وقال له ده عشره عمري، وفي نفس الوقت جاي يعمل معيشه معاك، ودي حاجه قال له ده حاجه كويسه وشرف ليا وبتاع. انا اتبسطت بالكلام، راجل محترم جدا. انت الاول قبل ما تروح انت يعني تواصلت مع مين علشان عايز اعمل معايشه مع ميشيل يانكون عشان يحدد لك الفتره دي تكون متواجد معانا؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد صراحه يعني شخص محترم جدا، ويعني هو اخويا قبل كل شيء، ومسؤول كبير والناس كلها بتحبه، وشخصيه محترمه، لما تعاون بشكل كبير كبير جدا. وفي نفس الوقت يعني هو قال لي امير ده انت النادي بتاعك وتعالى، وانت ابن النادي وانت اخويا يعني لازم تعالى في اي وقت. وكل الناس بصراحه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي اتبسطت جدا، دخلت معاه اتكلمنا مع بعض. هو نفسه قال لي واضح ان انت كنت حارس كبير هنا في النادي وحارس موهوب، لان انت لما اتكلمت معاه في الشغل يا كابتن اسامه لقاني فاهم الحمد لله كويس، ولقى الشغل اللي انا بفكر فيه هو نفس الفكر بتاعه، لان انا كنت شفته بيمرن يعني انا بشوف التلفزيون بس ما شفتوش وهو بيدرب. كنت ساعتها طبعا عشان كنت في اكاديميه النادي الاهلي، ما كانش عندي وقت ان انا اروح النادي الاهلي واتعلم منه واشوف تدريباته واعمل المعايشه معاه. لما اتكلمت معاه لقيته بيقول لي انت هتبقى مدرب كبير ومدرب شاطر، لان انت فكرك حديث، وهو شغله حديث اصلا يعني. شغل يا كابتن اسامه بتاع اللي هو بقى بلغه الكره الدب والتمرين الجامد والحاجات دي كلها، ده خلاص انتهى. انت دلوقتي بتتكلم في عصر حديث، بتتكلم في تمرينات حديثه، الراجل بيتكلم بيشتغل بمواقف لعب، بصراحه عنده خبرات غير طبيعيه. عايز اخد تدريبه كده يا كابتن امين، بتتكلم تفاصيلها من الاول. ميشيل يانكوني ان الراجل ده بقول لك من يوم ما جه النادي الاهلي وهو عمل طفره كبيره. النهارده تدريبه من الاول ازاي بيتعامل مع الشناوي ومع علي لطفي مصطفى شوبير حمزه علاء، الكلام الاول النفسي اللي بيبتدي قبل التمرين، السلام معاهم، التمرين نفسه وبعد التمرين، احكي لنا بقى تمرينه كده. برافو عليك كابتن اسامه، هاخد من الكلام اللي هو الاول اللي هو الحته العامل النفسي. أيوة. الراجل بصراحه يعني انت تشوفه تحبه من الاخر يعني، وفي نفس الوقت اللعيبه كلها بتحبه، فما بالك الحراس بتوعه اللي هو اكيد هيحبوه. شخص متعاون جدا، بيعامل كل الاربع حراس مرمى بشكل كويس جدا، بيعاملهم نفسي كويس جدا، بيهيئهم نفسيا، فنيا طبعا خبره كبيره جدا. فبالتالي ده ساعد اللعيبه ان هي تبقى في اعلى مستوى، ويخلي كمان حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه ان انت اللعيب اللي ما بيلعبش ما يكونش زعلان. أيوة. وفي نفس الوقت يبقى مهيئ نفسيا لما تجي له فرصه يشتغل على ده، ويبقى في الوقت المناسب زي ما بيقولوا، ويلعب ويمثل النادي الاهلي بشكل كويس. ده ليه دور كبير جدا، زي ما الكابتن احمد ناجي كان معانا، كان الحضري كان بيلعب، وكان كابتن احمد ناجي طبعا مدرب راس مرمى كويس جدا طبعاً. وطبعا على العامل النفسي بيشتغل فيه كويس جدا. فانا شايف ان العامل النفسي مهم جدا يا كابتن اسامه للعيب الكوره عامه. فانا شايف ان الراجل يعني بيتعامل بشكل نفسي كويس جدا، بشكل فني كويس جدا، حتى كمان تشوفه هو بيدرب الحراس المرمى بيضحك ويقول لهم اتبسطوا، وبعدين بيعمل شغل لو هو عنده اربع حراس مرمى. أيوة. بيشتغل، بيخلي اتنين يشتغلوا شغل كويس، الاتنين التانيين يروحوا مع التقسيمه والشوط على الجول، بيبقى مرتاح يبقى رايح مرتاح. بعد كده بيجيب اللي هم بيشتغلوا مع الشغل على الجول ياخدوا معاه شغل، يجي له هو برده مرتاح، فما بيتعبش حد. وده الشغل الكويس انك انت تقف على رجلك، وده اللي بيخلي الاربع حراس مرمى يكونوا جاهزين. مفيش حد تعبان، مفيش حد اصابات، انت ما عندكش الحمد لله يا رب ما عندكش اصابات بتحصل مع الراجل ده. ما عندكش شد، ما عندكش حاجه بتحصل مع مستر ميشيل، لان هو فاهم وعامل الجرعات بالظبط. النهارده لما تبقى انت مدرب عارف الاحمال بتاعتك قبل المباراه، بتحط احمال ايه قبل المباراه، ثلاث اربع ايام بايه الاحمال اللي بتحطها بعد المباراه، دي بتبقى مهمه برضه. انت خصوصا يا كابتن اسامه، انت لسه لاعب من لاعب المحله امبارح، وكان قبلها بيومين ثلاثه كنت بتلعب اعتقد المقاولين،
وبعدين هتاخد يومين ثلاثه وتخش على سموحه. فدي عايزه خبره ودي عايزه ذكاء انك انت تجهز الناس بشكل كويس وفي اقل وقت زمني انك انت تبقى الحراس مرمى عندك كلهم جاهزين. فانا شايف ان هو مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وفي نفس الوقت ليه دور كبير جدا في مستوى الاربع حراس مرمى. انت بتتكلم في الشناوي من احسن الحراس مرمى. عايز اتكلم عن الحراس، حراس المرمى محمد الشناوي شايف مستواه ازاي؟ ما شاء الله محافظ على مستواه بقاله فتره، هو بقاله كام سنه بقاله كذا سنه طبعا، هو الحارس الاول في مصر دلوقتي سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، بيقدم مستويات مش محليه بس، لا ده مستويات دوليه كمان. هو في كذا سبب يا كابتن اسامه. اول سبب يعني هو شناوي نفسه، شناوي نفسه عارف قيمه النادي الاهلي وعارف قيمه ان هو لما مشي من النادي الاهلي هو صغير عشان يرجع له لازم كان تركيز مع الانديه اللي لعب فيها سواء الجيش او الحرس او بتروجيت عشان يرجع النادي الاهلي. لما رجع النادي الاهلي كان في شريف اكرامي موجود وكان الامور صعبه جدا انه يلعب، وكان في ناس تقول لك ده ليه جابوا الشناوي وبتاع، اشتغل على نفسه كويس، استنى الفرصه، واستنى الفرصه وهو اوريدي عنده شخصيه كويسه جدا ولعب في النادي الاهلي ومثل النادي الاهلي وهو صغير، فعارف قيمه النادي الاهلي. عارف انك انت لازم تصبر، لازم تتمرن بشكل كويس، يبقى عليك سبوت سواء بره الملعب او جوه الملعب. اشتغل على نفسه كتير جدا، جات له الفرصه خلاص ركب. دي بالنسبه ان هو الحاجه الاساسيه ان هو يستمر بشكل كويس هو نفسه. تاني حاجه الاستقرار ليه. الاستقرار بمعنى ايه؟ النهارده في حراس مرمى كويسين في مصر على فكره يا كابتن اسامه وبيأدوا بشكل كويس جدا، لكن مفيش استقرار. النهارده الشناوي ثبات مستوى يعني مفيش، سواء مستوى هنرجع للشناوي نفسه مستواه كويس فثابت، فبيشتغل بقاله فتره كبيره جدا. لما بدا مع المنتخب الوطني كان الحضري خلاص في نهاياته، فابتدى ما بقاش عنده مشاكل في الحته دي، لان الحضري طبعا كان قاعد فتره كبيره جدا هو رقم واحد. ابتدى يشتغل، ابتدى يركز مع المنتخب، الفرص اللي بتجيله بيبقى جامد، الفرص اللي بتجيله بيمسك فيها سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. ففضل يستمر بشكل كويس، قعد كام سنه مستمر مع المنتخب مع النادي، هي دي الاستمراريه. مع حراس مرمى مميزين زي علي وزي مصطفى شوبير في منافسه جامده، يعني بيخاف على اسمه، مش عايز يخسر مركزه. النهارده كان مصاب، اشتغل على نفسه عشان يرجع بسرعه واول لقاء ليه الزمالك ويقدم بشكل كويس، وده الطبيعي بتاعه. بالنسبه علي لطفي بقى علي لطفي برضو بعد حتى اصابه محمد الشناوي السنه اللي فاتت في مباراه الزمالك، السنه دي برضو في مباراه افريقيا او في المباريات المحليه، ناس ما عندهاش قلق برضو. علي لطفي حارس كبير، حتى لو مصطفى شوبير وقف ما شاء الله الثلاثه على جاهزيه واحده. هسمع رايك برضو في علي لطفي ومصطفى شوبير لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بحضراتكم وبضيفي الكابتن امير عبد الحميد. كابتن امير، كنت بسالك قبل الفاصل عن علي لطفي. لما شارك مع النادي الاهلي ما حسيناش الحمد لله فرق كبير عن محمد الشناوي، لا كان موجود وبيأدي بمستوى رائع. طبعا علي حارس موهوب وحارس كويس جدا وراجل دولي، خلي بالك يعني دولي من هو كان في امبي وكان في امبي بيأدي بشكل كويس جدا، وكان مع في جميع المعسكرات مع المنتخب. ان انت النادي الاهلي يجيب علي لطفي اكيد حارس مميز، وطبيعي اي حد النادي الاهلي بيفكر فيه او يجيبه ده لازم يكون مستواه عالي جدا. علي ادى بشكل كويس جدا رغم غياب الشناوي، ما فكرش في المقارنه اللي الناس كلها حاطه الشناوي في حته ثانيه خالص، ركز في اداؤه بس في الملعب. ركز، وانا كمان انا كنت بتكلم معاه وبتكلم مع مصطفى ومع حمزه يعني على اتصال بيهم دايما، دول اخواتي وعايزهم دايما الاربعه يبقوا كويسين بشكل كويس جدا. اتكلمت معاه قلت له لما تيجي تلعب فكر في ال 90 دقيقه اللي كنت تشيل النادي الاهلي وتكون مركز، لان النادي الاهلي انت بيجي لك 3 4 كور وفي نفس الوقت لازم تبقى مركز فيهم ولازم تشيل النادي الاهلي حتى لو جات لك كره واحده. قال لي صح يا كابتن، وقلت له تبقى هادي وتبقى تركيز. هو اشتغل على ده، ما فكرش في اي حاجه ثانيه، ادى بشكل كويس، مستني الفرصه، بيتمرن كويس جدا، قاعد مستني اي وقت تجيله الفرصه، بيلعب بشكل كويس وهو حارس موهوب. شفنا الاداء اللي هو اداه بشكل كويس جدا. ولو استمر كمان علي يعني عنده اكتر من كده بكتير. لكن طبعا حته الاستمراريه مهمه جدا، واكيد هياخد في الوقت المناسب. مستر موسيماني مدرب كبير، جهاز فني على اعلى مستوى، اهم حاجه الوقت اللي ياخده، الوقت يقول انا موجود ودايما يثبت نفسه بالظبط. ومعاك كمان يا كابتن اسامه مدرب كبير اللي هو مستر ميشيل، كمان يا راجل عظيم وراجل مدرب كويس جدا. وفي نفس الوقت شفناه مصطفى شوبير لما ادى بشكل كويس في الكاس. عايز اروح بقى لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير انا دايما مؤمن ان هو حارس موهوب،
يعني دايما الناس بتربطه بس عشان الكابتن شوبير وبتاع، لكن لما بنقيمه كمستوى اداؤه وكمان في المباريات اللي كنا بنذاعها على قناه الاهلي في الناشئين وكمان المباريات اللي لعبها مع الدرجه الاولى وديه او رسميه، لا حارس مرمى موهوب. في بدايه الموسم جات له اعاره، النادي الاهلي لا فضل قال يكون موجود في النادي الاهلي. شايف الفكر انه يطلع اعاره ولا يفضل موجود، وممكن تكون فرص الحارس الثالث لا ده قريبه جدا؟ بص يا كابتن اسامه، زي ما انا قلت الكلام اللي قلت على علي، هو في ام بي وهو ادى بشكل كويس عشان كده النادي الاهلي فكر فيه. معنى انك انت تطلع من الناشئين النادي الاهلي أيوة. وتكون بمستوى مميز واساسي في قطاع الناشئين كده يأهلوك انك انت تطلع الفريق الاول، دي ما لهاش دعوه بكابتن شوبير خالص. انت بتتكلم في نادي كبير زي النادي الاهلي، اي حد في الفريق الاول لازم يكون على قد المسؤوليه، يكون عنده شخصيه كمان. مصطفى لما جت الناس سالتني عليه، انا ما كنتش شفت مصطفى الحقيقه، لكن سامع عنه كلام كويس جدا. لما جيت اتفرجت عليه شفته في حاجتين، ماتش بتاع ترسانه في كاس مصر قعدت مخصوص عشان اشوف مصطفى واقيمه، مش اقيمه عايز اشوفه. لقيته بيأدي بشكل كويس، هادي، اول ماتش يلعب اول مباراه وبيلعب بالشخصيه دي. وخلي بالك انا متابعه كمان من ايام الناشئين ان هو ملتزم كمان وعنده شخصيه، فدي كنت عايز اشوفه بقى على المستوى الفني. لما شفته لقيته ادى بشكل كويس جدا، وكلمته بعد الماتش وهنيته. فطبيعي انك انت تكون موجود جوه النادي الاهلي وحارس رقم ثلاثة، اكيد الفرصه هتجيلك في اي وقت. انت عارف في ظروف كورونا، ظروف اي اصابات لا قدر الله، هتلاقي نفسك انت في ثانيه جوه. المهم يا كابتن اسامه انك انت لما تدخل جوه التشكيل تكون مركز، تكون جاهز، تكون بتادي بشكل كويس. فانا شايف ان هو دلوقتي هو رقم ثلاثة، سن لسه صغير، ان هو يجي له اعاره دي حاجه كويسه جدا ليه وللنادي الاهلي، انك انت النهارده مطلوب من وانت يعني سنه صغير وفي نفس الوقت اول ما تطلع فريق الاول تروح يجي لك اعاره، فدي حاجه كويسه جدا ليه. النهارده متواجد في جميع المعسكرات، متواجد في البطولات اللي خدها مع النادي الاهلي. انا شايف ان هو يستمر شويه، لان انت عندك النهارده فرصه سهله جدا انك انت يدخل ويلعب، يدخل ويلعب في الظروف اللي احنا فيها. تاني حاجه، وجودك في النادي الاهلي بتكتسب خبرات، يعني النهارده لما يكون بيتمرن مع علي ويتمرن مع الشناوي بياخد خبرات، ومشيل يانكو اكيد بياخد خبرات من الناس دي. وفي نفس الوقت انا شايف ان هو بيلعب ماتشات وديه، بيشارك الكاس، ممكن يجيله فرصه ياخد. انا شايف ان هو يستمر سنه كمان، لان وارد ان هو يلعب، وان شاء الله هيبقى مستقبل كبير لانه حارس موهوب يعني. وانت عملت معايشه مع ميشيل يانكوني برضو، واكيد شفت الحارس الرابع حمزه علاء. حمزه من اللعيبه من الحراس الموهوبين برضه، دايما ما شاء الله النادي الاهلي ولاد بالزبط. ولاد بقطاع الناشئين، زي ما بيطلع لعيبه بيطلع حراس، يعني اخر العنقود زي ما بيقولوا. حمزه علاء لسه في ناس طالعه تاني، لسه ما شاء الله لسه عندنا. في ناس تانية الحمد لله. عندنا النادي الاهلي مميز جدا بالحراس المرمى على مدار تاريخه، زي ما احنا طلعنا وزي ما قبلنا طلعوا، زي يعني الشناوي طلع، وزي الناس اللي كانت موجوده طلعت من قطاع الناشئين. النهارده مصطفى، والنهارده حمزه، وفي جوال تانيه موجوده. اعتقد ان حمزه كمان انا اتفرجت عليه في التمرين مع مصطفى، لا بيأدوا بشكل كويس جدا. النادي الاهلي ما عندوش مشكله في الحته دي خالص. كمان بدنيا جسمه كويس جدا، حارس موهوب. اتكلمت معاه في بعض الحاجات. طبيعي ان انت لما حتى ما احنا كنا بنلعب، اما حد يكلمك بتاخد منه حاجه، بتاخد خبرات من هنا، بتاخد بتحطها في دماغك، بتنفعك بعد كده في المستقبل. انا شايف ان هو حارس مرمى موهوب، وتكمله لمصطفى، الاثنين دول موجودين بيلعبوا ماتشات وديه لو في فرصه ليهم في الكاس. فانا شايف ان حمزه كمان من حراس المرمى الموهوبين مع مستر ميشيل، اكيد كل الحراس مرمى هيستفادوا. انا نفسي استفدت، وان شاء الله هروح تاني مع اكلم كابتن سيد واروح تاني. لان انا طبعا الحته بتاعت لسه موضوع حراسه مرمى وانا في نادي السكه، طبعا كان كابتن امير عزم جاد قدم استقالته فمشينا كلنا، رغم ان هم كانوا عايزيني في النادي. اكيد هيكون في تجربه تانية وخطوه تانية. خلي بالك يا كابتن اسامه، ان الاداره كمان واللعيبه، الاداره واللعيبه والحراس كلهم كانوا عايزين نكمل. والحراس راحوا للاداره قالوا له احنا عايزين كابتن امير عبد الحميد، وفارق معانا جدا بشكل كويس، تدريباته حديثه. فبالتالي كان صعب ان انا اسيب كابتن امير، فكان يعني ايه عشان تبقوا مع الجهاز مع بعض. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله هتواصل مع كابتن سيد تاني، واروح استفاد انا كمان من مستر مشي ان شاء الله. كابتن امير، انا عارف انك انت متابع جيد للدوري الممتاز، قول لي بقى وانت كده تتفرج على مباراه الدوري، مين الحارس اللي لفت نظرك في خمس جولات منذ انطلاق بطوله الدوري؟ طبعا يعني خلي الشناوي على جنب، خرج الشناوي لان احنا يعني هو خارج التقييم وخارج الكلام عليه كتير، لان هو ما شاء الله زي ما اتكلمنا عليه في البدايه ان هو مستمر بشكل كويس. وهو في حته تانية خالص. انا شايف من وجهه نظري في حراس مرمى اللي عاجبني السنه دي، الحراس مرمى مميزين جدا. مين بقى يعني في ابرز الحراس؟ مين
يعني في هاني سليمان بيأدي بشكل كويس. النهارده شفنا هاني سليمان خلي بالك من الموسم السابق بالظبط الموسم اللي فات وده اللي احنا قلنا مستوى ما شاء الله مستوى ثابت يعني ومركز في حاجات كويسه جدا بتفيده مش حاجات تضره لان طبعا الكابتن احمد ناجي له دور كبير جدا في ده. في نفس الوقت شفنا طبعا جاد في ام بي ماشي بشكل كويس والنهارده متواجد في المنتخب عبد المنصف كمان بيأدي بشكل كويس مش عايز انسى حد محمد صبحي في فاركو جنش في فيوتشر مسعود في المصري شفنا طبعا شريف على فترات والمهدي في بيراميدز على فترات وشفنا طبعا عواد وابو جبل انا شايف ان في حراس مرمى مميزين وكل واحد بيحارب لانه عنده فرصه ان هو يكون متواجد مع المنتخب فكل الناس بتأدي بشكل كويس وده الفرق بين الشناوي مستمر كمستوى وثبات تشكيل الفرق الفرق بقى في الجوانب الثانيه ان ما عندكش استمراريه واحد او اثنين يعني الهاني سليمان هو اللي مستمر عبد المنصف واحد او اثنين الباقي كله في تغيرات بتحصل فدي بتعمل مشكله جدا في المستوى فانا شايف ان في حراس مرمى مميزين بيأدوا بشكل كويس جدا وانا مبسوط جدا لان الدوري السنه دي صعب جدا ودوري طبعًا كويس جدا والحراس لهم دور كبير جدا في نتائج الفرق بتاعتهم. طب انت مع المقوله في مقوله بتقول في حارس موهوب وفي حارس مصنوع تمام اشرح لنا بقى عشان برضو الناس تبقى عارفة الحارس الموهوب ايه الفرق بين الحارس الموهوب والحارس المصنوع هل النهاردة برضو الموهوب ده مفيش تدخل عنصر مدرب حراس المرمى في اثقال الموهبة بتاعته ولا المصنوع بس هو شغل مدرب حراس مرمى بس؟ بص يا كابتن أسامة سؤال حلو جدا الاتنين محتاجين شغل أيوة لكن الموهوب بيزيد شوية غير ان هو بيزيد هو يعني بلغة الكرة ما بتعبش المدرب يعني المدرب بيقول هنعمل كذا هو اوريدي خلاص تاني حاجة قرارات الموهوب ايوه تبقى اسرع, أسرع وافضل وافضل وصح وصح وملهاش دعوه بحته جرعه التدريب اللي بيعملها المدرب. المصنوع بيبقى قراراته يعني المصنوع ده خلي بالك اكيد في جزء في موهبه بس مش كتير يعني المصنوع ده اكيد عنده موهبه اكيد لان هو اشتغل 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 لحد ما وصل للمرحله دي فبيبقى محتاج شغل كتير جدا محتاج تفهمه محتاج تديله جرعات تدريب معينه وقراراته بتبقى مش بسرعه ومش صح زي ما انت قلت لكن الموهوب دي حاجه من عند ربنا قراراته في الملعب انت بتقول بلان او خطه كحارس مرمى او مدرب هو بينزل ينفذ ده من في ارض الواقع في الملعب. تمام عايز اروح لفاصل وبعد الفاصل بقى هسالك عن شايف ازاي النادي الاهلي في اول خمس جولات في الدوري الممتاز ما شاء الله النادي الاهلي علامه الكامله خمس مباريات خمسة فوز مع كابتن أمير عبد الحميد ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في الصور اللي فاتت صورة كأس العالم للأندية والمركز الثالث كانت في اليابان فعايز أقول لحضراتكم دلوقتي خبر بيخص الأهلاوية بس. النهارده بعد فوز الهلال السعودي اليوم بدوري أبطال آسيا تأهل رسميا ست أندية لكأس العالم لأندية متبقي فريق واحد بس. هقول لحضراتكم برضو الأندية اللي هتشارك إن شاء الله في كأس العالم القادم الهلال السعودي الجزيرة الإماراتي تشيلسي الإنجليزي الأهلي المصري مونتير المكسيكي أوكلاند سيتي متبقي بس الفائز من فلامينجو البرازيلي وبالميراس البرازيلي. المباراة إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم 27 نوفمبر وهتكون القرعة يوم الاثنين القادم 29 نوفمبر لتحديد المباريات وطريق كل فريق للوصول للمباراة النهائية. كل التوفيق للنادي الأهلي في البطولة دي. كابتن أمير طبعا أنت شاركت في كأس العالم للأندية من اللحظات اللي ما تتنسيش. أه طبعا يعني أنا الحمد لله كنت كمان لعبت ثالث العالم فدي كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي ولعبت 2008 شفت يا كابتن أسامة الأجواء عاملة إزاي؟ شايف الصورة دي؟ أه دي ثالث العالم. أه وكنت واخد بوكس جامد قوي في عيني الشمال بص لو لاحظت في أول ماتش كان عندي الضمة لعبت كان عندي مزق. بس طبعا كل ده يهون عشان النادي الاهلي ودي حدث تاريخي يعني والواحد بيبقى فرحان وفخور جدا ان النادي الاهلي كل سنه بيروح لكاس العالم فبتمنى يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يعمل حاجه بقى احنا خدنا ثالث العالم ان شاء الله باذن الله يا رب نامل ان احنا ناخد كاس العالم بقى التالت. ان شاء الله باذن ناخد البطوله بامر الله ويبقى الوصيف يبقى على منصات التتويج في الاول او الثاني ان شاء الله. وخلي بالك يا كابتن اسامه انت عندك الامكانيات انت عندك لعيبه كويسه عندك جهاز فني كويس عندك جمهور عظيم اداره محترمه بتساند اللعيبه فليه لا؟ عندك البطوله في بلد عربي شقيق الامارات
هتلاقي كانك بتلعب في مصر بالظبط. بالظبط، واحنا كمان كنا قريبين يعني ماتش البايرن طبعا كان فارق، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا وطموحنا باذن الله نخلي نادينا في حته ان شاء الله كويسه ونعدي المركز الثالث ان شاء الله. شايف ازاي بقى النادي الاهلي في الدوري المحلي؟ النادي الاهلي دلوقتي 5 مباريات العلامه الكامله، 5 مباريات ب5 فوز. النادي الاهلي كان عنده محطات مهمه اخرها امبارح امام غزل المحله، فوز بروح الفانيلا الحمراء. طبعا يعني انا شايف ان النادي الاهلي الحمد لله ماشي بشكل كويس جدا. يعني اللعيبه بتادي بشكل كويس، مستر موسيماني بيادي بشكل كويس، لعبنا ماتش كبير جدا مع اكبر فرق. يعني انت بتتكلم في الاسماعيلي انت كسبان الاسماعيلي 4، بتتكلم في نادي الزمالك كسبان 5، بتتكلم في الماتشات كلها الحمد لله في سكور كويس. في نفس الوقت كان عندك ماتش مهم امبارح، ماتش صعب. انت عارف طبعا يا كابتن اسامه ماتشات الاهلي والمحله على مدار التاريخ في المحله طبعا صعبه جدا. وفي نفس الوقت انك انت تلعب مع فريق منظم بشكل كويس مع كل يومين 3 ماتش وتلعب بالشكل ده، وفي نفس الوقت في الاخر لحظه انا كان عندي امل والله بجد، كان عندي امل. انت عارف احساس صح، احساسك كمان واحنا بره النادي وبره اللعب واحنا بنلعب على مدار التاريخ يا كابتن اسامه، الواحد يعني عنده امل غير طبيعي. حتى لو عندك ثانيه واحده انت بتتكلم في علي معلول لاخر نفس بيموت وبيلعب الكوره وبيجيب جول. عارف الاحساس جالي من ايه يا كابتن امير؟ ان الهدف الثاني اللي جه للمحله خبطت في رجل اكرم توفيق ودخلت، وبقت النتيجه 2-2. فربنا حب يكافئ اكرم توفيق على المجهود اللي بيعمله طول 90 دقيقه. طبعا عايز اقول لك يا كابتن اسامه، فالنهارده ما ينفعش حتى التعادل يبقى عن طريق اكرم توفيق، يكون خطا بان الكوره تخبط في رجله وتغير اتجاهه وتخش محمد الشناوي. علشان كده ربنا كافئ اكرم توفيق عن طريق علي معلول. وفي حاجه كمان يا كابتن اسامه، في كوره اكرم شاف الهدف ده بس الاول قبل طبعا يعني هدف بيرسي تاو ولسه بيرسي تاو كمان هيجي مع الماتشات انا شايف ان النادي الاهلي بصراحه فريق متكامل من اول حراسه المرمى لحد الفراوده والباكين والديفندرات والباكات انا شايف ان بصراحه فريق متكامل. وبص ده في اخر ثانيه بتتكلم في روح غير طبيعيه. الواحد يعني دماغه جابت السقف امبارح في الجول ده. واكرم كمان بيأدي بشكل كويس، انه خلي بالك في كوره اكرم في انقذها على 3-1، عرضتها في بدايه الحلقه النهارده. يعني دي 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 بتوريك ان الراجل ده الولد ده كويس جدا وماسك في الفرصه. وطبعا معاه محمد هاني، انا شايف ان اللعيبه بتأدي بشكل كويس. انا شايف برضو اللي مشارك في الهدف ده جمهور العظيم ده طبعا، جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي كان مفتقد وبقاله فتره، وبنحيي النهارده رابطه الانديه اللي عايزه تعيد الجمهور مره اخرى للملاعب. النهارده بنشوف 1000 بالالتزام والشكل الحلو احنا بنشوفه، ان شاء الله يكون المباراه اللي جايه موجود 2000 و3 و10000 من جماهير الجماهير المصريه كلها كمان. بص يا كابتن الاهلي، بص يا كابتن، الفرق الكبيره زي النادي الاهلي وفرق عالميه زي ليفربول، ليفربول قعد فتره في غياب الجمهور وبعد الاصابات متاثر جامد جدا. النهارده النادي الاهلي مع الجمهور ومع الحماس بتاع الجمهور وروح المكسب وعزيمه بتاعه اللعيبه اكيد بتفرق مع اللعيبه بشكل كويس، لكن المبدا موجود سواء بالجمهور او من غير الجمهور انك انت بتلعب لاخر ثانيه. وده حصل كان من غير جمهور وحصل بالجمهور، لكن قوه الجمهور بتديك قوه كبيره جدا. الجماهير لما تكون موجوده وتشجعك دي حاجه قويه جدا. والنادي الاهلي او انت عامه الواحد بيلعب في النادي الاهلي من غير الجمهور تبقى الامور صعبه جدا. بيديك باور غير طبيعي. فانا شايف ان النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا في ال5 جولات. اللي احنا عايزينه انك انت 3 نقاط في كل مباراه بتنافس على الدوري، فلازم تكسب. طبعا في بعض مش هقول عدم تركيز او في تعب طبيعي ان خلي بالك اجهاد طبعًا. انت الاول بس وسيبك تكمل النقطه دي، شفت مباراه الخمسه فين؟ شفت مباراه الخمسه في مكان كده بحب اتفرج فيه. متفائل يعني نهائي افريقيا والماتش الزمالك. طبعا كنت متفائل يعني انا كمان ناس كتير جدا كانت بتسالني النادي الزمالك ماشي كويس، نادي الزمالك نادي كبير وعنده لعيبه كويسه وكل حاجه. كنت متوقع ان النادي الاهلي ممكن يفوز في 5؟ لا قبل المعطيات هنا وهنا 5 لا لكن متوقع هنكسب. هنكسب 2-0 2-1 حتى لو قلت 3 لكن انك انت النادي الاهلي برضو في حاجه، النادي الاهلي طالما جاب الاول والثاني بتبتدي المستوى بيجي. عشان بس عايز اقول للناس حاجه عشان الناس تقول لك اداء النادي الاهلي، اداء النادي الاهلي، النادي الاهلي اول حاجه بيكسب خليها على جنب. ثاني حاجه هو خلي بالك، بص في مشوار بطوله الدوري مهم جدا، ما انت عندك محطات، كنا احنا لعيبه بنوزع الدوري ده محطات، حتى لو انت في مباراه وحش فيها بس لازم يبقى عندي ثقافه المكسب ان انا ازاي اخد ال3 نقاط علشان هم دول بيتحطوا في الرصيد عندي في البنك. يعني خد بالك يا كابتن اسامه، الفلوس الغاليه اللي في البنك انت بتتكلم فيها دي ماتش محله، انك انت
صعب جدا انك تروح نادي غزل المحله وتاخد ترجع بثلاث نقاط. خلي بالك صعب جدا انك انت مثلا تلعب اسماعيلي في اسماعيليه او اتحاد في اسكندريه وترجع بتبقى الامور في ماتشات كده بيبقى انت مش الاداء مش 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 كويس مش كويس عشان حاجه اجهاد. انت بتلعب كل يومين ثلاثه ماتش فاهم حاجه المكسب. اما بالنسبه لي انا الماتش للنادي الزمالك طبعا كان ماتش كبير جدا و... طب شفت الاسماعيلي في نفس المكان انت شفت فيه برضه شفته في الاسماعيلي في نفس المكان نفس المكان ده احنا المكان ده خلي بالك انا اعمله بقى ايه خلي بالك بيحجزوا لي الترابيزه ومعين انا ادم ابني يعني بيبقى بيحب وياسر بيحبوا يتفرجوا معايا لكن انا في الماتشات زي دي بروح حتى كاس العالم ونهائي افريقيا بروح في المكان ده والناس بيحجزوا لي المكان وهم خلي بالك اهلاويه جدا وبيتفائلوا في الحته دي. فانا شايف النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا. في بعض الاوقات من التعب اكيد بيبقى انت كل ما يكون في تعب بيبقى في عدم تركيز وده طبيعي لكن انا شايف النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا. الفتره اللي فاتت يا كابتن امير واحنا بنتكلم عن الاجهاد حضرتك بتتكلم عن الاجهاد حوالي 10 لعيبه من النادي الاهلي سبعه منتخب مصر عندك بيرسيتاو عندي مكسوني عندي بدر بنون عنده ألي ديانج كلهم في الاجنده الدوليه السابقه ماتشين كلهم مع منتخباتهم زائد سفر. رجعنا بعدها ب 48 ساعه بتلعب دوري ممتاز ثلاث ايام ورا بعض فاكيد لازم يكون في اجهاد طبعا لكن مع الاجهاد وكل الامور دي انت بتقدر تكسب خمس مباريات تبتديها قدام الاسماعيلي برباعيه الزمالك بتكسب خمسه بنك الاهلي من الفرق المحترمه بتكسب المقاولين العرب فرقه محترمه بتكسب امبارح اخرهم اخر محطه غزل المحله بتكسب في ملعب غزل المحله من المباريات الصعبه. انا عايز اشكر طبعا كابتن اسامه الجهاز الطبي بالكامل في النادي الاهلي يعني الناس دي لها دور كبير جدا. احنا شفنا الشناوي كان مصاب مع المنتخب ورجع في فتره قليله الحمد لله رجع لعيبه كتيره جدا مصابه قدرت ترجع الجهاز الطبي على اعلى مستوى في النادي الاهلي بشكرهم طبعا على المجهود الكبير بشكر طبعا طبعا في الجهاز الفني الناس اللي هي على المستوى البدني عاملين شكل كويس جدا للعيبه الحمد لله اللعيبه واقفه على رجليها كويس جدا فطبيعي ان انت زي ما انت قلت كابتن عندك حوالي 7-8 دوليين خارج منتخب مصر ناس محترفه دوليه فطبيعي انك انت هيبقوا مجهدين وطبيعي انك انت في بعض الماتشات لازم تحس باجهاد وتحس بتعب ده طبيعي جدا لكن انا شايف ان النادي الاهلي ماشي كويس جدا هدفه الكبير ان هو ياخد الدوري لان طبعا يعني مش هقول كارثه او مشكله كبيره جدا ان النادي الاهلي يعدي سنه من غير ما ياخد دوري لكن السنه دي ان شاء الله بادئين بشكل كويس اللعيبه بتادي بشكل كويس عندك يعني لعيبه كتيره جدا في كل المراكز الحمد لله جهاز فني على اعلى مستوى اتمنى يا رب ان شاء الله كل واحد يحافظ على نفسه اللعيبه ما يحصلهاش حاجه وان شاء الله اللي جاي هيبقى اصعب لان انت عارف داخل بقى في ماتشات وبعد كده في توقفات ثانيه عشان ترجع ثاني لا حسابات ثانيه خالص فاتمنى ان شاء الله على الاقل قبل التوقف النادي الاهلي كل الماتشات اللي جايه دي يجمع النقاط كلها عشان الهدف الكبير هو الدوري ان شاء الله وعندنا افريقيا وعندنا كاس عالم الانديه بطولات كتير طبعا اكيد اخيرا يا كابتن امير عايز اعرف بقى طموحاتك المستقبليه في عالم تدريب حراس المرمى. والله يا كابتن اسامه انا يعني انا بدات الحمد لله بشكل كويس جدا وان شاء الله بامل وده الهدف بالنسبه لي ان شاء الله هو ان انا اكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله وده الهدف الكبير وان شاء الله ابقى في منتخب مصر والاهم من ده كله ان انا يعني لما امسك حد ادي له خبراتي ويستفاد ويكون بمستوى كويس جدا وانا شايف ان مستر ميشيل يانكون ده بالنسبه لي يعني مثل اعلى في التدريب مع الكابتن احمد نجم كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم لكن هو عنده خبرات كبيره جدا وان شاء الله استفاد منه وهعمل معايشه معاه تاني واتمنى ان شاء الله يا رب ان انا اكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله تحقق كل امنياتك يا كابتن امير انك تستاهل كل خير شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك يا كابتن اسامه ميرسي جدا وشكرا ليك وشكرا طبعا لكل قناه النادي الاهلي وانا ببقى سعيد جدا ان اكون موجود معاك وانا اللي اسعد وانا اتشرفت بالحوار معاك كابتن امير بكده وصلنا لنهايه حلقتنا بشكر ضيفي اللي كان مشرفنا ونورنا النهارده الكابتن امير عبد الحميد نجم الاهلي السابق نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه بشكر حضراتكم شكرا جزيلا نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال شكرا والى اللقاء